هيا كرة بايتاش، بايتاش يواصل ثم ماذا يمكن أن تقول عبد المنعم في هذه الكرة؟ يعني نظن فيه احتكاك بين المهاجم و العمل الرائع الناحية اليمنى لبايتاش يفتح في العمق، وأمين عودية يسجل هدفا عالميا بضربة مقصية لم يحرك لها الحارس. حمل الجديد للاتحاد في الدقيقة 47 لما راوغ وتوغل المهاجم بايتاش الذي تمكن من الوصول. أخيرا كان التدخل من خوات نصر الدين، حمزة كودري يحتفظ بها، رائعة ممتازة 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 ممتازة. بيناتي ضربة جزاء، ضربة جزاء، ضربة جزاء يقول حكم المباراة.